أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المستمعة أم أحمد من جدة لها عدد من الأسئلة، تقول في أولها: هذا السؤال لصديقة لي لم تعرف الكتابة تتمنى الإجابة عنه بوضوح، وتذكر أن زوجها يحب مشاهدة بعض الأفلام في القنوات الأوروبية، وإذا حاورته وأخبرته أن فعله حرام يقول إنه لم يتأثر بها إطلاقا وإنما يشاهدها حبا للاستطلاع، وكانت تتركه وحده في البداية يشاهدها لكنه أصبح يجبرها وأثر عليها حتى باتت تشاهد تلك الأفلام معه، فما الحكم أثابكم الله وماذا تفعل حيال هذا الموقف؟ الحكم أنه لا يجوز مشاهدة الأفلام الخليعة والأفلام الهابطة، لأن ذلك يؤثر في الأخلاق، ولأنه مشاهدة للمنكر وإقرار له، فلا يجوز مشاهدة الأفلام الخليعة والأفلام الهابطة، بل يجب على المسلم أن يبتعد عنها وأن يحذر منها وأن لا يتركها تدخل إلى بيته. نعم.